علي يعني ما بعرف شو صار اول مره بنشوفك هيك هالقد بتنفعل انا ما بعمل مشاكل I don't look for trouble nothing شكله هو من دبي من دبي بده مشي من اول جيم ما سلم علي بس هيدي ما بتعني انه يصير اول شيء دفش ايدي هونيك على 3 بوينت جيت لهون عم بلعب ديفنس رجع دفشني ما صار شيء حكي انت وياه يعني ما صار تراش توك ابدا nothing بعدين دفشني من ورا برمت عليه what you gonna do سؤالي what you gonna do ايه بس انت اليوم فقدت اعصابك هالقد يعني ولا مره شفتك هالقد معصب هو بده مشكله انا I'm telling you I don't do problems I'm very calm بعدني هلا calm بس I don't back down from nobody هيدي انا انا I'm sorry for the game لانه ما بدي مشاكل بدي الجيم يخلص سلامه you know I love this rivalry I love everything ما بدي مشاكل بس المشكل صار ومشكل كبير للاسف يعني and I apologize for the mashkas but I don't apologize for my actions لانه هو دفشني وهو بده مشكله بس انت بتعرف علي انت لاعب عندك خبره كبيره يعني شو يعني اذا حدا دفشني بوجهي لا اكيد لا مش عم نحكي نحن بس انه يعني كان فينا نخلص الجيم 48 ثانيه بعد فينا نهايه الجيم وانتم رايحين تربحوه 11 نقطه هو يعني معكم برجع بقول لازم تقول له له هيك يا ريت قناة لو كلكم تسمعوا مني كان احلى شيء بس ما حدا بيسمع مني يا ريت تسمعوا مني ما كنا بنشوف ولا مشكل لانه اكيد ما حدا بحب يكون في مشكل خاصه انتم اللي عم تتعبوا كثير بعد الملعب انا برجع بقول يعني اي ابولوجايز فور المشكله انا اكيد يعني انتم انا بعرف انت كان انتم كرياضي او كحكمه صار لكم اكثر من جمعه عم تحضروا لهالجيم هيك نهايه كان جيم حلو كل شيء تعبكم بروح دعان شو اخر مسج بتحب توصله ام سوري للجمهور وجمهور الباسكتبول لانه ما حلو مشاكل بالجيم ومشاكل هالجيم هيك بس I'm not sorry to him not at all يعني هلا اذا فات ترى صغري ما بتسلم عليه ما بتصالحوا مع بعض شو بدي صالح معه هو بده يجي يسأل لي سوري انا بقول له سوري انا ما عملت شيء غلط يعني شو بدي اقول لك يا علي للاسف الشيء اللي صار I'm sorry to you ولا يهمك حبيبي علي